مشان موضوع توزيع الإغاثة. فأرجو أنه في طريقة مشان طريق توزيع، آلية طريق توزيع يعني يكون مناسبة ما يوقفوا طريق توزيع. فالوضع صعب في خاصة الأوقات الصعبة. والله مجالس الأحياء البيان اللي طلع هو تعليق عمل مؤقت لغاية تأمين طريقة في توزيع الإغاثة عن طريق أقبية أو مستودعات. هو الموضوع عبارة بس عن تأمين حماية المستفيدين، وحتى المنظمات بشكل كامل على مستوى المدينة هي ملتزمة بالعمل لآخر لحظة، وحتى في ضخ إن شاء الله مواد للداخل لأي طارئ ممكن يحدث في المدينة. أصدر المجلس المحلي لمدينة حلب بيان حول الوضع الراهن في مدينة حلب والقصف الهمجي الذي تتعرض له مدينة حلب. فقد طال القصف جميع المشافي والمراكز الطبية والمستوصفات ومستودعات الأدوية، وطال أيضا الطرق العامة، وطال أيضا المدارس ومخابز، وكل ذلك بقصد تهجير الناس. وهذا يعتبر من وجهة نظر القانون الدولي هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.